يعني سلامتنا أيضا من أولى أولويات أمانة عمان الكبرى. هلأ رح نشوف كيف كوادر الأمانة يعني فعلا نفذت حملة تعقيم واسعة لخطوط الإنتاج والثلاجة. سيدي هذا السوق كان يرد في اليوم حوالي 1000 إلى 1200 شخص. الآن هذا السوق هو الآن موجود. زعلوا كل التجار منا بس كان هدفنا نحافظ على الناس. طبعا سلامتهم أهم. دقيقة في كمان مثلا هاي كاميرا لسوق اللحوم من جوا. هاي شايف فيش يعني الاستوار قليل كثير فيش حركة. نعمل كمان يعني هاي كمان صورة. هو التجار عدد هائل. نعم سيدي يعني عدد كان اكثر من هيك بكثير لكن حاولنا قدر الامكان نحافظ عليه. شو سوينا بالتجار؟ كيف كل تاجر قديش اعطيناه؟ هلا كل تاجر احنا حكينا في البدايه سيدي انه كل تاجر 50% من نسبه عمال لازم يكون متواجد ومحاسب بدل ما كان عنده 4 منا بس فقط 1. وهذه الاجراءات يعني بموجب تصاريح مؤقته اعطت لهذه المرحله وما مندخل اي واحد لا يحمل هذا التصريح. ممتاز. طيب سيدي ظل عندنا بس موضوع جديد. احنا في المرحله الاخيره بعد يعني ما امرت معاليك عملنا يعني نظام مراقبه للثلاجات التبريد. هذا النظام يخولنا بمراقبه الثلاجه على مدار 24 ساعه. هي عباره عن سنسورات موجوده داخل الثلاجات تعطينا مؤشر تماما عن درجات الحراره. ببعث لي على تليفوني على التليفون كل رؤساء الاقسام على تليفون الفنيين المعنيين بمراقبه هذا. تكون الرقابه 24 ساعه عشان السلامه الغذائيه. عشان السلامه الغذائيه. نعم نعم. بعد اذن معاليك في احنا رساله توجيهيه موجهه كل ربع ساعه. نعم بس الدكتور خالد يوجهها. وبعد انك معاليك انت بتخاطب المواطنين والناس الموظفين. دكتور خالد بدك تحط الرسالة بدك تحط صور يتيم للتجمع اللي كان موجود. الهدف انه احنا الذبحها كان ماشي. هذه رسالة بس الان انه احنا خففنا. لا هذه رسالة للموجودين. الموجودين الموجودين الاخوة التجار والموظفين ومرتدي دائرة المسالك حرصا على صحتكم وحمايتكم من وباء كورونا يرجى الالتزام بالتدابير التالية: غسل وتعقيم اليدين بانتظام، الاحتفاظ بمسافة أمان لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين، تجنب لبس العيون والأنف والفم أثناء العمل، تجنب المصافحة والتماس المباشر مع الآخرين، تجنب التجمعات تحت طائلة المسؤولية، علما بأنه سوف يتم محاسبة التاجر الذي يتواجد ازدحام أمام براداته. شاكرين لكم تعاونكم وحماكم الله وحمى الأردن. الإخوة التجار والموظفين، تشرفنا الآن بزيارة قائد هذه المؤسسة العظيمة من كان للقوس خير باريها معالي أمير عمان الدكتور يوسف الشواربي ويريد أن يتحدث معكم عبر هذا الأثير. تفضل معي. صباح الخير شباب. الله يعطيكم العافية. احنا اليوم مسلخ عمان فخورين بكل النشامة اللي موجودين بالمسلخ، فخورين بكل الإجراءات المتبعة اليوم من أجل صحة وسلامة العاملين بالمسلخ ومن أجل صحة وسلامة أخواننا التجار ومرتادي المسلخ. ضروري جدا أن نحافظ ونلتزم بالتعليمات اللي تصدر من إدارة المسلخ من أجل صحة وسلامة الجميع. إن شاء الله ربنا يفرجها علينا وإن شاء الله نتجاوز هذا الظرف الاستثنائي اللي يمر في بلدنا. والله يعطيكم العافية وما شاء الله عليكم. بشكر التزامكم موظفين وتجار ومرتدي المسلخ، أشكر التزامكم بالتعليمات. هذه لازم نلتزم فيها بحرفية وخاصة أخواننا التجار وخاصة أمام السوق أمام سوق اللحوم. يا ريت أن نحافظ على مسافات أمان وظل محافظين على التعليمات اللي تصدر بحرفية من أجل صحتكم وسلامتكم وصحة وسلامة عائلاتكم أيضا. الله يعطيكم العافية يا شباب. احنا حافظنا على كفاءة السوق من حيث الكميات اللي ترد لحوم ودواجن. نعم سيدي احنا بالنسبة للمعاينة الامور اللي بتتردنا من المراكز الجمركية اللحوم اللي بتترد من هاي ما زال العمل مستمر على مدار الساعة.
في هذا الأسبوع ورد إلينا حوالي 600 طن من اللحوم المبردة المفرغة من الهواء. بالنسبة للذبحيات احنا بعد أمر سيدنا وأمر سيدي يعني بدأنا بعملية الذبح السبت والأحد حسب الدواجن والمواشي من يوم الأحد، والآن مستمرين في هذا الموضوع إلى أن تنتهي المرحلة إن شاء الله. إن شاء الله. ندعو بس الناس إنه لا تتابط الأسواق. يعني هاي رسالتنا، رسالتنا إنه جلالة سيدنا الله يطول عمره وجهنا إن نحافظ على صحة وسلامة الناس، وبنفس الوقت إن نأمن لهم كل متطلباتهم اليومية. لكن بمسلخنا لازم نشتغل بأكبر كفاءة ولكن بأقل عدد ممكن من العاملين حتى نحافظ بصراحة على صحتهم وسلامتهم. أنا شايف الانتظام ممتاز جدا سواء من موظفينا أو حتى من إخواننا التجار. بدنا نحافظ على هذه الكميات، لازم نظلها ترد السوق بطريقة منتظمة وحسب المواعيد المحددة وبرامجكم المحددة. فيما يتعلق واضح أنه في التزام على مستوى عالي جدا جدا فيما يتعلق بمتطلبات السلامة العامة، وأنا فخور بهذا المرفق من مرافق أمانة عمان، وهو دائما نقول هذا مرفق من مرافق الأردن مش من فقط مرافق أمانة عمان، وهذا شيء نعتز فيه. دائما نقول أنه مقدرات أمانة عمان هي مقدرات وطن لكل أبناء الوطن اللي قاعدين يستخدموا اليوم مسلخ عمان من كل المحافظات مش بس من عمان، وواجبنا أن نأمن لهم غذاء آمن ومر بمراحله الصحيحة وتحت إشراف فريق طبي مؤهل وعنده خبرة، وشايفين كيف يعمل على مدار الساعة بكل أمانة وشرف وإخلاص ورجولة. هذه هي المواطنة الحقة، وهذا هو الالتزام الوظيفي الذي يحترم. وأيضا لازم نشكر إخواننا التجار كمان على التزامهم وتعاونهم باستمرار، وبطاقة محبة لنشام الأمن العام اللي قاعدين يساعدونا بتنظيم الدخول والخروج من وإلى المسلخ. فكل الشكر والتقدير لكل شبابنا اللي موجودين، نظلنا شغالين على نفس الوتيرة، نظلنا محافظين على مستوى النظافة ومستوى اللي موجود بالمسلخ، ونظلنا نراقب كويس كل اللي يدخلوا على المسلخ حتى نضمن صحتهم وسلامتهم.